أهلي. كابتن ماهر، بس استاذن حضرتك، رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب كان بيجري بعض الفحوصات في احدى المستشفيات بسبب الام الظهر، وان شاء الله هيغادر في خلال دقائق او ساعات قليله جدا، يعني هيكون خلص الفحوصات كابتن محمود الخطيب. بنتمنى له السلامه، لكن ان شاء الله الامور جيده ومستقره ومفيش اي مشاكل. ده لألم الظهر. كابتن محمود الخطيب كان مأجل الفحوصات دي لما بعد الانتخابات، ربنا يكون في عونه. عليه مسؤوليه كبيره كابتن محمود الخطيب، طبعا رئاسه النادي الاهلي اكبر مؤسسه رياضيه مش بس في مصر، في الشرق الاوسط، فحمل تقيله كان في ملفات، منها ملف الاستاد ومنها الملف المكتب التنفيذي والعديد من الامور اللي كان كابتن محمود الخطيب حابب ان هو يعني يبتدي ياخد فيها اجراءات قبل انه يفعل هذه او يخش يعني يعمل هذه الفحوصات الطبيه. كل السلامه لكابتن محمود الخطيب، نتمنى له سرعه الشفاء، وهو في خلال دقائق قليله هيكون يغادر المستشفى ويرجع للحياه الطبيعيه باذن الله. نتمنى له السلامه مره اخرى كابتن.